السلام عليكم وحياكم الله في هذه الحلقة اللي بنخصصها للإجابة عن أسئلتكم اللي طرحتوها في حلقة اسألوني. احنا بنحاول يعني نجيب على أغلب الأسئلة، ولكن الأسئلة المكررة نبي نتجاوزها لأنه بيكون الجواب مكرر. أتاكا شو يقول جزاك الله خير، وسؤالي وش السبب اللي جعلك تتقدم لكي تصبح نجار محترف، ولماذا هذا الفن بالذات، وما هي مشاريعك القادمة؟ يعني حقيقة أنا أحب هواية النجارة، عشان كذا يعني اخترت أني أمارسها. لازلت هاوي وما بعد وصلت أني أكون محترف. مشاريع القادمة حقيقة المشاريع كثيرة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى تيسير. فنون التجارة يقول السلام عليكم، جزاك الله خير على ما تقوم به من عمل، خير الجزاء. بما أن الأعمال المهنية عندنا ضعيفة، ودي بكلمة تشجيعية تحفزنا على المواصلة من أستاذ كبير مثلك المبتدئين أمثالي في النجارة والحرفة اليدوية. أول شيء جزاك الله خير الأخ فنون نجارة، من المحترفين حقيقة، وله قناة أدعوكم أنكم تشتركون فيها وتتابعونها، لأنه يقدم أشياء حلوة مرة. لكن الكلمة اللي احنا نقدر نقولها أنه الواحد كل ما كان يمارس الشيء اللي يحبه فهو بيبدأ فيه أكثر من أي شيء آخر. شو باي تي اكس يقول النجارة تجيب فلوس ولا لا؟ تجيب فلوس إذا أنت أتقنت أساسياتها وأعطيتها وقتك، أو أعطيتها الوقت اللي هي تحتاجه، بتقدر تطلع من وراها فلوس. ثنيان ماكس يقول لماذا مجال النجارة غير منتشر في اليوتيوب خاصة بين العرب؟ النجارة مثلها مثل كل الهوايات الأخرى، يعني لازلنا احنا العرب يعني متأخرين في هذا المجال، ومسألة أننا ننشر يعني أعمالنا في اليوتيوب أو في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لا زالت ضعيفة. لكن أنا بترك لكم في صندوق الوصف بعض القنوات اللي أدعوكم لكم تتابعونها صراحة، لأنهم أخوة عرب ويحتاجون التشجيع، وهم حقيقة إنتاجهم جميل. يعني عبد الله علي يقول ليش خرجت من السعودية، وهل أنت تعمل نجار في هذا البلد أو فقط عن طريق متجرك الإلكتروني؟ أنا خرجت من السعودية للعمل، وأنا ما أعمل نجار، أنا أعمل في وظيفة أخرى، ومتجر الإلكتروني هو فقط أنا أعرض فيه بعض المنتجات اللي سهل علي أني أنتجها وسهل علي أني أرسلها أو أشحنها لأن وزنها خفيف. حسين ميرزا يقول كيف حبيت النجار ومتى؟ حبيتها لأنه طبيعي أحب تركيب الأشياء وفكها. تقريبا من مرحلة الثانوية كنت يعني أحب التجارة، لكن من ذيك الفترة إلى الآن كانت الظروف غير مهيئة أن الواحد يخصص لها جزء كبير من وقته. عبد الله عبود يقول الله يعطيك العافية، سؤالي لأي حد أنت واصل في النجارة، هل أنت هاوي ولا محترف ولا متوسط، كم صار لك؟ يعني من بداية القناة والورشة بشكل رسمي تقريبا 3 سنوات ولا زلت هاوي. نورة نجدي تقول راح تسوي مسابقة ثانية مثل اللي قبل. والله ودنا نسوي مسابقة، لكن يعني ما ندري وش الفكرة اللي ممكن احنا نسويها، وايضا وش الجائزة اللي احنا يعني ممكن نخصصها للمسابقة، لانه مهم تكون الجائزة خفيفة وسهل انها يعني تشحن بالبريد العادي. بسام الجحن يقول هل النجارة ممكن تكون مصدر دخل؟ طبعا بلا شك، يعني ممكن تكون مصدر دخل ومصدر دخل كبير ايضا. عبد الرحمن السماعي يقول أجهزة النجارة سعرها مرتفعة، فهل تخصص جزء من راتبك لها شهريا؟ ليست مرتفعة يعني على الإطلاق، يعني بعض الأجهزة تكون أرخص من قيمة جوال جديد، وحقيقة ما أخصص يعني لها ميزانية، ولكن أنا ما أحاول أشتري أي جهاز إلا لما أكون متأكد أني أنا محتاجه، ليس فقط للمشروع اللي أشتغل عليه، لكن لا أحتاجه يعني الآن ومستقبلا. سوسو أنز تقول هل النجارة حرفة فيها خطورة بسبب الآلات التي تستخدمها، وسبق تعرضت لموقف؟ حقيقة نعم، بعض الأجهزة تكون خطرة، لكن أيضا كل جهاز له إجراءات للسلامة، متى ما شينا عليها بتكون الآلة بسيطة أو ما فيها أي خطورة. وهل سبق أني تعرضت لموقف؟ نعم حقيقة سبق، حصل قطع في أصبعي هذا، لكن القطع الحمد لله كان يعني بسيط، والحمد لله ما وصل يعني للعظم أو للأعصاب، والإصابة كانت حقيقة بسبب عدم التركيز، وهذه الإشكالية، لابد يكون الإنسان مركز مع الآلة ولا يحاول أنه يشتت تفكيره في أي شيء آخر أو ينظر إلى أي اتجاه آخر حتى ينتهي من الآلة ويضمن أنها توقفت تماما، أو يضمن أنه يده أو جسمه ابتعد عنها. موث شوشو تقول كيف أركب قشرة الخشب، وهل أقدر أركب القشرة على أسطح أخرى غير الخشب، وهل القشرة الصناعية نفس الطبيعية من حيث التركيب؟ تركيب قشرة الخشب على الـ MDF أو على البلايوود يكون يعني بغراء عادي، لكن يعني في لها تكنيك معين، يعني احيانا يكون نوعية الغراء مهم انها تكون تتلائم مع الهدف هذا، وايضا الضغط بشكل قوي جدا او كبسها بشكل قوي جدا، وممكن نستخدم بعض الادوات مثل الكيس الهوائي اللي يشفط الهواء
بحيث أن يكون الضغط قوي جدا. تركيب القشرة على أسطح غير الخشب حقيقة ما أعرف يعني تقصدين ألمنيوم وحديد، وما أعرف شو الفائدة من أن نركب قشرة خشب على سطح غير الخشب، فما أعرف والله. وهل القشرة الصناعية نفس الطبيعية؟ ما سبق لي حقيقة تعاملت مع القشرة الصناعية، لكن من حيث المنطق ما أتوقع أنه في بيكون في اختلاف كبير في عملية التركيب. أحمد عبد الله، من دعمك تفتح القناة؟ حقيقة أسرتي وبعض الأصدقاء هم اللي يعني شجعوني. أبو ماهر الحرب يقول: ما هي أفضل كلية لدراسة النجارة في نيوزيلندا؟ ويليت تزودنا بمعلومات دراسة النجارة هناك. الجامعات ما فيها يعني تخصصات أو كليات تدرس النجارة، لكن المعاهد التقنية فيها. لكن هذه التخصصات اللي في المعاهد التقنية في الغالب تدرس الأعمال النجارة الإنشائية. تعرفون هنا في نيوزيلندا المباني كلها من الخشب، فيدرسونهم كيف يستطيع أن يبني مبنى من الخشب من حيث الأساسات ومن حيث الهيكل الكامل للمنزل. لكن كليات تدرس النجارة من حيث تصنيع الأثاث وهذه الأمور حقيقة ما يوجد، لكن يوجد معاهد خاصة في نيلسون، يوجد واحد بحاول إن شاء الله أضع لكم في صندوق الوصف عنوانه. بغيت أسألك عن أفضل أنواع الخشب لصنع قن الدجاج. ما أعرف والله، يعني ما سبق لي أني تعاملت، لكن بعض المقاطع اللي شفتها يعني يستخدمون الخشب العادي اللي هو الخشب السويدي. أرت آيلند: ما نوع الخشب الذي استخدم القطع الأسماء الميداليات حقة المفاتيح باستخدام منشار الأركت اليدوي؟ جربت الزان ولكنه صلب جدا، أبحث عن خشب سهل القطع. أنا يبدو لي أن المشكلة عندك في استخدام منشار الأركت اليدوي، هذا مو هو الأداة الصحيحة أنك تقص فيها الأحرف أو الأسماء. في أداة مخصصة لهذا الشيء اللي سكرول سو اللي بتشوف صورتها الآن، هذه هي اللي مخصصة يعني للميداليات أو الحفر الأحرف إلى آخره. فيبدو لي مشكلتك في استخدام الأداة الصحيحة وليس في نوعية الخشب. 7070 يقول: إيش أفضل، دباسة المسامير الكهرباء أو عن طريق الكمبرسر، وكم مقاس الكمبرسر المناسب؟ أنا ما استخدمت دباسة الكهرباء، لكن أنا عندي دباسة على البطارية ودباسة الكمبرسر. فإذا بنعتبر أن البطارية هي نفس دباسة الكهرب، فدباسة الكمبرسر هي أفضل على المدى الطويل، وإن كان بالنسبة لي البطارية استخدمها أكثر لأنها سهلة التنقل وما تحتاج مني إعدادات كثيرة أو يعني ترتيب عشان أستخدمها. لكن عموما الكمبرسر ما راح يكون كبير، يمكن 20 لتر مناسب جدا أنك تستخدم معها الدباسة. حمود إكس يقول: أنت من وين ووين تقيم حاليا؟ وحاب أشكرك على المقاطع الحلوة اللي تقدمها، جزاك الله خير. أنا سعودي أعيش في نيوزيلندا في مدينة أوكلاند حاليا لظروف العمل. يمكن النجارة تغنيك عن العمل عند الاحتراف، ليس فقط عند الاحتراف، حتى لما تكون هاوي وتعطيها جزء من وقتك تستطيع أن تكون مصدر دخل. يوسف يقول: وش أهم أداة في النجارة؟ كل واحد له يعني حقيقة وجهة نظر، لكن فيما يخصني أنا أعتبر المنشار الطاولة هي أفضل أو أهم أداة لابد أنها تكون موجودة في الورشة. كين جيمز 99: هل تورد الأشياء اللي تشتغل عليهن أو تبيعهن؟ بعض اللي أنا أشتغل عليه أعرضه في متجر إلكتروني اللي تلقون الرابط حقه في صندوق الوصف. تايجر يقول: أبي أصير نجار، كيف أبدأ وهل في معاهد تعلمك النجارة؟ أنا عندي حلقة باسم كيف أبدأ، ممكن ترجع لها، فيها الأساسيات اللي تحتاجها في البداية من حيث الأدوات. هل في معاهد؟ إذا كنت في السعودية أنا أذكر قديما المعهد التعليم المهني كان يعطون دورات في النجارة، لكن حقيقة ما أعرف هل لازال الأمر مستمر أو لا. هيل إبراهيم تقول: كيف يمكن حماية الخشب الذي يزرع فيه إذا تعرض للرطوبة أو الشمس؟ لأني لاحظت الخشب بدأ يتفكك عندي رغم أنه كان متماسك. مع العلم أني عملته عند نجار لعدم خبرتي بالنجارة. أول شيء هلا إبراهيم، أنا سبق وعدتك أني إن شاء الله أسوي حوض للزراعة ولازلت إن شاء الله عند وعدي. بالنسبة للمواد، يعني في مواد لو رحت للأماكن المخصصة تبيع المنتجات الخشب، في مواد تكون مخصصة للخشب اللي بيكون أو للأثاث اللي يكون موضوع خارج المنزل في الحدائق. وبحط لك صورة الآن لأحد هذه المنتجات. مع العلم أنه الخشب إذا كان خشب طبيعي ما راح يتفكك، يعني أنا أخشى أنه النجار سوى لك الحوض من خشب صناعي أو بلايوود أو MDF. لكن الخشب طبيعي يتمدد ينكمش، يحصل فيه بعض التقوس إذا وضعناه في الخارج، لكن أنه يتفكك ماني عارف صراحة، يعني قد يكون ماني فاهم وش تقصدين بالتفكك. أبو حسام العمران يقول: وش المواد اللي تعبي الفراغات وتصير مثل الزجاج؟ هذه مادة أبوكسي شفاف، وهي مادة تتكون من مادتين يخلطون مع بعض، ممكن تضيف عليها لون إذا تحب، أو أنك تجعلها زي ما هي شفافة وتغطي فيها الفراغات الموجودة في الخشب.
صالح دوغان يقول ما هو تخصصك الجامعي؟ أنا عندي ماجستير في حاسب آلي ونظم المعلومات. وبكذا نكون يعني جاوبنا على أغلب الأسئلة اللي وردتنا، وزي ما قلت لكم أنا استبعدت المكرر منها، وأرجو أنكم لما جاوبنا أسئلتهم وما ذكرناها يعذروني، لكن أنا حاولت أن يعني ما أتجاهل أي سؤال اللي يكون أنا جاوبت على السؤال نفسه لشخص آخر. ونراكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم، تكون حلقتنا مميزة ومشروعنا إن شاء الله بيكون جديد وأول مرة أسويه، بيكون إن شاء الله بيعجبكم. نراكم على خير وفي أمان الله.